بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص أمتنا بكتابه العزيز فكان مصدر عزها ومنبع شرفها وعلو مكانها، والصلاة والسلام على من كتب به الدين نبيا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد يا أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في أحضان مدرستكم المنزه ألتا سكول. معكم السيدة بالعربي فضيلة أستاذة التعليم الابتدائي لمستوى السنة الثانية ابتدائي. اليوم سنتطرق إلى درس جديد وهو درس القراءة، ونبدأ الحصة الأولى مع فهم المنطوق بموضوع الموضوع لهذا اليوم هو بعنوان الهاتف. نبدأ على بركة الله يا أحبتي الأعزاء. قبل أن نبتدئ الدرس يجب أن تجلسوا جلسة منضبطة وتستمعوا وتنتبهوا على المعلمة، لأنها اليوم سوف تروي لكم قصة بعنوان الهاتف. يلا استمعوا إلى ما يلقى علي كي أفهم وأعبر. نستمع. رن هاتف المنزل، فرفع أحمد السماعة فقال: ألو، من يتكلم معي؟ أجاب صوت لطيف: أهلا بك يا أحمد، أنا عمك، أكلمك من الصحراء، هل أنت بخير؟ أحمد: أنا بخير يا عمي، سأنادي أبي ليكلمك. وتحدث الأب في الهاتف، وبعد أن أنهى كلامه وضع السماعة وقال: ما أسهل الاتصال بأفراد العائلة الآن. كنا في الماضي قبل وجود الهاتف النقال نجد صعوبة في التواصل، وأصبحنا الآن نتحدث مع من نريد وفي كل وقت. أحبتي الأعزاء، سوف أعيد عليكم القصة، تابعوا وأنصتوا جيدا. هذه القصة بعنوان الهاتف. يلا لاحظوا الصورة واصغوا إلى ما سوف تستمعون. رن هاتف المنزل، فرفع أحمد السماعة فقال: ألو، من يتكلم معي؟ أجاب صوت لطيف: أهلا بك يا أحمد، أنا عمك، أكلمك من الصحراء، هل أنت بخير؟ أحمد: أنا بخير يا عمي، سأنادي أبي ليكلمك. تحدث الأب في الهاتف، وبعد أن أنهى كلامه وضع السماعة وقال: ما أسهل الاتصال بأفراد العائلة الآن. كنا في الماضي قبل وجود الهاتف النقال نجد صعوبة في التواصل، وأصبحنا الآن نتحدث مع من نريد وفي كل وقت. إذن تابعوا معي جيدا يا تلاميذي الأعزاء، من هم الأشخاص الذين نجدهم في النص؟ من هم الأشخاص الذين نجدهم في النص؟ نعم جيد. إذا أحمد، الأب، والعم. إذا العم، أين يسكن العم؟ من يقول لي أين يسكن العم؟ العم أين يسكن؟ يسكن العم في الصحراء. بمن اتصل العم؟ بمن اتصل؟ أحسنتم، إذن اتصل العم بابن أخيه يدعى أحمد، وأخوه اللي هو أب أحمد. إذن صلة القرابة بين أحمد وعمه، يعني أحمد عمه هو الذي اتصل به، العم هو الذي اتصل بأحمد، وتكلم كذلك مع أب أحمد اللي هو أخو العم. هل فهمتم يا أطفال صلة القرابة بين العم وأبو أحمد؟ جيد جدا. إذن من الذي اتصل بأحمد؟ أعيد، من الذي اتصل بأحمد؟ من يقول لي من الذي اتصل بأحمد؟
جيد، اتصل بأحمد العم. أين يسكن العم؟ جيد، يسكن العم في الصحراء. واتصل كذلك بأخوه اللي هو أبو أحمد. جيد جدا. إذا السؤال الموالي، ما أنواع الهاتف، ما نوع الهاتف الموجود في منزل أحمد؟ هنا أحمد هو موجود في المنزل، ما نوع هذا الهاتف يا أطفال؟ من يقول لي ما نوع الهاتف؟ جيد، إنه الهاتف الثابت. إنه الهاتف الثابت. جيد، لماذا سمي هذا الهاتف الثابت؟ هل نستطيع أن نأخذ هذا الهاتف معنا إلى الشارع؟ هل نستطيع؟ لا، لأنه هاتف ثابت سلكي. هذا الهاتف هو مخصص للمنازل، المنازل والإدارة والمكاتب. جيد جدا. إذا ماذا استعمل العم ليتصل بأحمد؟ ماذا استعمل العم ليتصل بأحمد؟ هل يا ترى استعمل الهاتف النقال؟ أم الهاتف الثابت؟ أم الإنترنت؟ من يقول لي ماذا استعمل العم ليتصل بأحمد؟ هيا. جيد، إذن استعمل العم ليتصل بأحمد الهاتف الثابت. الهاتف الثابت. جيد جدا. وبهذا نكون أتممنا درسنا لهذا اليوم، وهو بعنوان الهاتف. جيد جدا. إذا نرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح والتمييز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.